الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قسم الدراسات الاجتماعية يرحب بكم ويقدم لكم المراجعة العامة لاختبار نهاية الفصل الأول. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: لطلب المساعدة من شرطة النجدة الفزعة، نستخدم الرقم 1777، باء 999، جيم 888. والإجابة الصحيحة هي 999. أحسنت. ثانيا: اذكر ثلاثة من قارات العالم. أولا آسيا، ثانيا إفريقيا، ثالثا أوروبا. بارك الله بكم. أحسنتم. ثالثا: عدد ثلاثا من محيطات الكرة الأرضية. عدد ثلاثا من محيطات الكرة الأرضية. أولا المحيط الهادي، ثانيا المحيط الهندي، ثالثا المحيط الأطلنطي. بارك الله بكم. إذن عدد ثلاثا من محيطات الكرة الأرضية: أولا المحيط الهادي، ثانيا المحيط الهندي، ثالثا المحيط الأطلنطي. السؤال الثاني: أولا صل بين القائمة ألف وما يناسبها من القائمة باء في الجمل الآتي. أولا أصغر قارات العالم من حيث المساحة هي قارة، ثانيا تلون الجبال على الخريطة باللون، ثالثا أكبر محيطات العالم. ولدينا في القائمة باء البني الداكن، أستراليا، الأسود، الهادي. نبدأ: أصغر قارات العالم من حيث المساحة هي قارة، أستراليا. أحسنتم يا أبطال. إذن أصغر قارات العالم من حيث المساحة قارة أستراليا. ثانيا تلون الجبال على الخريطة باللون، البني الداكن. بارك الله بكم. إذن تلون الجبال على الخريطة باللون البني الداكن. ثالثا أكبر محيطات العالم هو المحيط الهادي. أكبر محيطات العالم هو المحيط الهادي. أحسنتم يا أبطال. ثانيا عدد الملابس التقليدية للرجال في دولة قطر. عدد الملابس التقليدية للرجال في دولة قطر. أولا الثوب، ثانيا الجترة، ثالثا العقال، رابعا البشت. إذن عدد الملابس التقليدية للرجال في دولة قطر: أولا الثوب، ثانيا الجترة، ثالثا العقال، ورابعا البشت. بارك الله بكم أبنائي الطلبة. ثالثا: ما العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع القطري؟ إذن ما العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع القطري؟ أولا التعاون، ثانيا الاحترام، ثالثا صلة الأرحام، رابعا تقديم المساعدة. إذن ما العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع القطري؟ أولا التعاون، ثانيا الاحترام، ثالثا صلة الأرحام،
رابعا تقديم المساعدة. السؤال الثالث، أجب عن الآتي: أولا، أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة. أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة: صلة الأرحام، الهريس، أعمال الخير. أولا، يحرص القطريون على فراغ وتبادل الزيارات مع الأهل والأقارب. إذن يحرص القطريون على، أحسنتم يا أبطال، على صلة الأرحام وتبادل الزيارات مع الأهل والأقارب. يحرص القطريون على صلة الأرحام وتبادل الزيارات مع الأهل والأقارب. ثانيا، يتسابق أهل قطر في فراغ وتقديم المساعدات الإنسانية. يتسابق أهل قطر في فراغ وتقديم المساعدات الإنسانية. والجواب: يتسابق أهل قطر في أعمال الخير وتقديم المساعدات الإنسانية. بارك الله بكم. إذن يتسابق أهل قطر في أعمال الخير وتقديم المساعدات الإنسانية. ثانيا، عدد اثنين من الألعاب الشعبية الخاصة بالبنين. عدد اثنين من الألعاب الشعبية الخاصة بالبنين: أولا، الدحروج. ثانيا، التيلة. بارك الله بكم. إذن عدد اثنين من الألعاب الشعبية الخاصة بالبنين: أولا، الدحروج. ثانيا، التيلة. بارك الله بكم أبنائي الطلب. ثالثا، اختر الإجابة الصحيحة بوضع العلامة X في المربع المقابل. اختر الإجابة الصحيحة بوضع العلامة X في المربع المقابل. ألف، أشهر الحلويات القطرية: الثريد، الهريس، اللقيمات. أشهر الحلويات القطرية: الثريد أم الهريس أم اللقيمات؟ والإجابة: اللقيمات. أحسنتم يا أبطال، بارك الله بكم. إذن أشهر الحلويات القطرية هي اللقيمات. ب، تقع دولة قطر في قارة: آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية. إذن تقع دولة قطر في قارة آسيا أم أوروبا أم أمريكا الشمالية؟ والإجابة: تقع دولة قطر في قارة آسيا. أحسنتم يا أبطال. جيم، من مهمة الدفاع المدني في دولة قطر: أولا، زراعة الأشجار. ثانيا، تنظيم حركة المرور. ثالثا، إنقاذ السكان من انهيار المباني. إذن من مهمة الدفاع المدني في دولة قطر: زراعة الأشجار أم تنظيم حركة المرور أم إنقاذ السكان من انهيار المباني؟ والإجابة هي: إنقاذ السكان من انهيار المباني. إذن من مهمة الدفاع المدني في دولة قطر: إنقاذ السكان من انهيار المباني. بارك الله بكم يا أبطال. السؤال الرابع، أولا، وضح أشكال سطح الأرض. وضح أشكال سطح الأرض: ألف، جبل، باء، تل، جيم، هضبة، دال، نهر. إذن وضح أشكال سطح الأرض: لدينا الجبل، التل، هضبة، النهر. أحسنتم يا أبطال. ثانيا، عرف ما يلي.
عرف ما يلي: القارات. القارات هي مساحة من اليابس على سطح الكرة الأرضية. القارات هي مساحة من اليابس على سطح الكرة الأرضية. المحيطات. المحيطات هو مساحة واسعة من المياه المالحة. المحيطات هو مساحة واسعة من المياه المالحة. أحسنتم يا أبطال. ثالثا، صل بين القائمة ألف وما يناسبها من القائمة باء في الجمل الآتي: صل بين القائمة ألف وما يناسبها من القائمة باء في الجمل الآتي: لدينا في القائمة ألف يبلغ عدد قارات العالم. ثانيا، تقع دولة قطر في قارة. ثالثا، أصغر محيطات العالم. ولدينا في القائمة باء آسيا، سبع، ثلاثة، المتجمد الشمالي. نبدأ على بركة الله. يبلغ عدد قارات العالم سبع قارات. أحسنتم يا أبطال. ثانيا، تقع دولة قطر في قارة، والجواب آسيا. أحسنتم يا أبطال، إذا تقع دولة قطر في قارة آسيا. ثالثا، أصغر محيطات العالم. أصغر محيطات العالم هو المحيط المتجمد الشمالي. بارك الله بكم، إجابة صحيحة. إذا أصغر محيطات العالم هو المحيط المتجمد الشمالي. السؤال الخامس: أولا، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتي. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتي: ألف، المجتمع القطري مجتمع قوي ومتماسك ومتعاون. المجتمع القطري مجتمع قوي ومتماسك ومتعاون، والإجابة صحيحة. بارك الله بكم يا أبطال. ب، تعد الأمطار المصدر الرئيس لمياه الأنهار. تعد الأمطار المصدر الرئيس لمياه الأنهار، والإجابة صحيحة. أحسنتم يا أبطال. جيم، من واجبات رجال الفزع إطفاء الحريق. من واجبات رجال الفزع إطفاء الحريق، والإجابة خاطئة. ليس من واجبات رجال الفزع إطفاء الحرائق. أحسنتم يا أبطال. ثانيا، عرف ما يلي: عرف ما يلي. ألف، المياه الجوفية. المياه الجوفية. المياه الجوفية هي المياه المخزونة في باطن الأرض. إذا المياه الجوفية هي المياه المخزونة في باطن الأرض. ثالثا، عدد محطات تحلية مياه البحر في دولة قطر. عدد محطات تحلية مياه البحر في دولة قطر: أولا، رأس لفان. ثانيا، أبو فنطاس. إذا عدد محطات تحلية مياه البحر في دولة قطر: أولا، رأس لفان. ثانيا، أبو فنطاس. السؤال السادس: أولا، اذكر مهام إدارة المرور في قطر. اذكر مهام إدارة المرور في قطر: ألف، تنظيم حركة المرور ومراقبة الطرق. تنظيم حركة المرور ومراقبة الطرق. ب، إصدار تراخيص المركبات وتجديدها. إصدار تراخيص المركبات وتجديدها. إذا اذكر مهام إدارة المرور في قطر: ألف، تنظيم حركة المرور ومراقبة الطرق. ب، إصدار تراخيص المركبات وتجديدها. ثانيا، اختر الكلمة المناسبة وأضعها مكان النقط. اختر الكلمة المناسبة وأضعها مكان النقط. لدينا الهادي، آسيا، استراليا، المتجمد الشمالي. ألف، أكبر قارات العالم من حيث المساحة قارة، والإجابة آسيا. بارك الله بكم.
إذن أكبر قارات العالم من حيث المساحة قارة آسيا. ب أصغر قارات العالم من حيث المساحة قارة، والإجابة أستراليا. أحسنتم يا أبطال. إذن أصغر قارات العالم من حيث المساحة قارة أستراليا. جيم أكبر المحيطات من حيث المساحة المحيط، والإجابة الهادي. إذن أكبر المحيطات من حيث المساحة هو المحيط الهادي. أحسنتم يا أبطال. دال أصغر المحيطات من حيث المساحة هو المحيط المتجمد الشمالي. بارك الله بكم. إذن أصغر المحيطات من حيث المساحة هو المحيط المتجمد الشمالي. ثالثا، لماذا يطلق على الأرض اسم الكوكب المائي؟ لماذا يطلق على الأرض اسم الكوكب المائي؟ الإجابة: لأن معظم مساحة سطح الأرض من الماء. لأن معظم مساحة سطح الأرض من الماء. بارك الله بكم أبنائي الطلبة. السؤال السابع: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتي. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتي. ألف: عدد المحيطات على سطح الكرة. عدد المحيطات على سطح الكرة الأرضية هو 5 محيطات. إذن عدد المحيطات على سطح الكرة الأرضية هو 5 محيطات، والإجابة صحيحة. أحسنتم أبنائي الطلبة. ب: بسبب أن نسبة الماء 29% يطلق على كوكب الأرض الكوكب المائي. بسبب أن نسبة الماء 29% يطلق على كوكب الأرض الكوكب المائي، والإجابة خاطئة. جيم: تعتبر قارة أستراليا أصغر قارة في العالم. تعتبر قارة أستراليا أصغر قارة في العالم، والإجابة صحيحة. بارك الله بكم أبناء الطلبة. ثانيا، اذكر الأعياد الدينية التي يحتفل بها القطريون. اذكر الأعياد الدينية التي يحتفل بها القطريون. أولا، عيد الفطر. عيد الفطر. ثانيا، عيد الأضحى. عيد الأضحى. بارك الله بكم. إذن اذكر الأعياد الدينية التي يحتفل بها القطريون. لدينا أولا عيد الفطر، وثانيا عيد الأضحى. عيد الأضحى. ثالثا، عدد 3 من واجبات رجال الدفاع المدني. عدد 3 من واجبات رجال الدفاع المدني. أولا، حماية السكان والممتلكات من أخطار الحريق. حماية السكان والممتلكات من أخطار الحريق. ثانيا، إنقاذ المواطنين من انهيار المباني. إنقاذ المواطنين من انهيار المباني. ثالثا، تدريب المواطنين على عمليات الإنقاذ. تدريب المواطنين على عمليات الإنقاذ. إذن عدد 3 من واجبات رجال الدفاع المدني. أولا، حماية السكان والممتلكات من أخطار الحريق. ثانيا، إنقاذ المواطنين من انهيار المباني. ثالثا، تدريب المواطنين على عمليات الإنقاذ. تدريب المواطنين على عمليات الإنقاذ. وفي الختام، بارك الله بكم أبنائي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله وأمنه نترككم.